اهلا بكم من جديد كل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان، وحلقه خاصه جدا، حلقه خاصه جدا عن المايسترو صالح سليم، واحد من اعظم من تبواه رئاسه النادي الاهلي. كان لعيب فذ ولعيب له قدرات مهمه جدا، من اول اللعيبه اللي احترفت اوروبيا وكان ليهم تجربه اوروبيه في النمسا، واحد من رموز الرياضه المصريه اللي دايما الكل يتذكره، واللي بنى قانون ومبادئ للنادي الاهلي استكمل فيها رؤساء سابقين ورموز للنادي الاهلي، وقلنا دايما ان اساطير الاهلي لا تنتهي. عشان كده معانا حلقه خاصه جدا عن المايسترو الراحل صالح سليم بعد رحيله ب 16 عام. الجزء الثاني من البرنامج هيكون جزء مهم جدا، هيكون فيه الاستاذ ابراهيم المنيسي مع الاستاذ حامد عز الدين علشان يتحدثوا عن الراحل صالح سليم في كواليس واجواء هتسمعوها لاول مره، لكن اكيد الجزء الاول هيكون مليان ايضا بالكواليس وبعض الحواديت والحكايات اللي هتسمعوها لاول مره من خلال كاتب صحفي كبير تزامل وتكلم واقترب من المايسترو صالح سليم، وكان قريبا منه في اوقات كثيره، وكانت بينهما حواديت كثيرة جدا. الحديث هيكون مع ضيفي الكريم عن دور الإعلام وماذا كان يتردد مع المايسترو صالح سليم، والحديث أنه كان بيكره الإعلام وبيحبش الصحفيين وكان متعالي عليهم وكلام كتير جدا، كمان رحلته ونجاحه في إدارة الكرة وكواليس وحواديت هتسمعوها لأول مرة هنا في برنامجكم الأهلي في كل مكان مع الكاتب الكبير الاستاذ سعيد وهبي. منورنا يا فندم. شكرا شكرا يا هبه. كواليس واخبار وعناوين كده هنقولها النهارده ان شاء الله عن المايسترو. ان شاء الله. اكيد هنتكلم، لكن نطلع نشوف تقرير لن ننساك يا صالح. ننساك يا صالح لأنك كنت الدرع والسيف للأهلي عبر مشوار طويل، لأنك كنت رمزا للأخلاق والقيم، لأنك كنت تضع مصلحة الأهلي دائما فوق الجميع. لم يكن صالح سليم مجرد نجم كبير ارتدى القميص الأحمر لسنوات طويلة، بل إنه بات رمزا لكل أهلاوي ومثلا وقدوة لكل إنسان يحلم بالنجاح. كان صالح نجما كرويا كبيرا، بل إنه كان أشهر لاعب كرة في مصر والعالم العربي خلال حقبة الخمسينيات من القرن الماضي. بدأ صالح مشواره مع الأهلي عام 1944 كلاعب ناشئ، قبل أن يلعب في الفريق الأول بعد أشهر قليلة وظل بالملاعب حتى الاعتزال يبحث عن الفوز والأخلاق. في عام 1963 خاض صالح تجربة احتراف بنادي جرادز النمساوي قبل أن يعود للأهلي، حتى اندلاع حرب 67 التي تسببت في اعتزال جيل عظيم من نجوم الكرة. حصل المايسترو على 11 بطولة للدوري مع الأهلي، كان ضمن الفريق الذهبي الذي فاز بأول بطولة للدوري المصري موسم 48-49، حقق رقما قياسيا بالفوز ببطولة الدوري 9 مرات متتالية، كما فاز ببطولة كأس مصر 8 مرات. لعب لمنتخب مصر لسنوات طويلة، لكن تاريخه الكروي يتوقف كثيرا أمام بطولة أمم إفريقيا 59، حيث قاد الفراعنة للفوز باللقب. شارك في أولمبياد روما عام 60، سجل صالح سليم أكثر من 100 هدف خلال مسيرته الكروية، فقد كان لاعبا فذا له مواصفات خاصة، وقد دخل تاريخ الأرقام القياسية من أوسع الأبواب بعدما سجل بمفرده 7 أهداف في لقاء واحد أمام الإسماعيلي في المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر ب8 أهداف نظيفة عام 58.
سيتوقف التاريخ طويلا أمام صالح سليم اللاعب والإداري والإنسان والفنان. لن ينسى أحد مشاهد الحزن الطاغية التي ملأت مصر كلها يوم وفاته في 6 مايو عام 2002. اليوم ذكرى رحيل المايسترو عاشق الأهلي، لكننا لن ننساه أبدا، صالح سليم الرمز والقدوة. أهلا بكم من جديد. طبعا زي ما قلت لكم عندنا كواليس وحواديت كتيرة مع طبعا كاتبنا الكبير الأستاذ سعيد وهبة، اللي البداية لما نتكلم عن المايسترو أكيد عايزين نتكلم عن بدايته كلاعب في النادي الأهلي، وهو كان لاعب مميز جدا في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. طبعا هو كان يعني كان بيلعب سنتر فورورد متأخر في نص الملعب، لكن في نفس الوقت كان هداف، يعني كان بيجيب جوان وبيسجل، وعمل ريكورد ما اتعملش في تاريخ الدوري، الاهلي والاسماعيلي 8-1 او 8-0، هو جاب 7 جوان، ده رقم ما اتعملش قبل كده، على الرغم ان هو سنتر فورورد متاخر. هو كان ستايليست، بمعنى كان ليه شكل جميل في الملعب، ليه ستايل معين في الملعب، يبص كده وراسه مرفوعه وشاف الملعب كله وشابه بايديه زي المايسترو فعلا، يعني كلمه مايسترو طلعت عليه لانه فعلا كان اداؤه في الملعب مايسترو حقيقي، وكان بيوجه زملائه من الجول كيبر لغايه اللي حواليه، ودايما بيشاور في الملعب، وحتى الستايل بتاعه في اللعب كان شايف الملعب كله، بحيث ان هو كان بيعمل الثروهات ثرو باس طويل هنا وهنا، وتحب تتفرج عليه بالكوره، شكله كان بيدي يعني منظر جمالي للكوره. هو طبعا ما كانش هو لوحده، كان في رفعت فرجيلي، كان جيل من العمالقه، يعني ان هو كان متميز فيهم في الملعب، اللي يتفرج عليه ويشوفه يقول ده هيبقى قائد فيما بعد، لان سمات القياده عنده في شخصيته، يعني جزء من تكوينه الشخصي ان هو بيقود، وفي يعني في علوم الاجتماع وكده يقول لك يعني بص في اي جماعه في حد تلاقيه كده هو المتقدم ياخد الناس كله، حتى في يعني في علم يعني في دراسات علم الحيوان كده بيقول لك القطيع اللي ما يبقى قطيع ماشي، لكن في واحد متقدم دايما قدام فيقود. فهو كان يعني كان يعني قائد او عنده سمات القياده، كان بيبان في الملعب، دي استمرت معاه بعد كده لما بقى يعني مدير كوره ناجح، وبعدين عضو مجلس اداره، وبعدين رئيس نادي، يعني ايه يعني تكوينه الشخصي او تركيبته الشخصيه فيها عنصر القياده. هو واحد طبعا من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. صالح سليم تقدر تقول في لعيبه كتيره جدا مروا بتاريخ النادي الاهلي، وفي منهم ربما احسن منه شويه فنيا، يعني ميزته الشخصيه اكتر. ايه الشخصيه ميزته اكتر؟ يمكن في لعيبه كتيره طبعا عندها اداء فني رائع ولاعيبه مميزه ولاعيبه مهاريه والاهلي طبعا مواهب كتيره جدا على مر العصور. الاهلي يا ايهاب قدم نجوم كبيره على مر التاريخ، بدءا من مختار ستيتش اللي فيما بعد، كان في لعيبه نجوم كبار جدا زي عبد الكريم صقر الحريفه يعني، وبعدين جه بعد كده الضزوي، وكان في بكاوي، وكان في الجندي، وكان في توتو، لعيبه جامدين جدا. ليه كل دول اعتزلوا وطويت صفحاتهم؟ حتى الفناجيلي، حتى يعني 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 حتى الفناجيلي يعني كان يعني حكايه تتغنى بيه الجماهير والاعلام والصحافه بشكل كبير جدا. الموهبه الكبيره اللي عنده كان يعني كان يسموه المهندس صالح المايسترو، ده المهندس، يعني كان يعمل ثرو باس 30-40 ياردة. كان في مثلا لعيب الاولمبي اسمه عز الدين يعقوب، عز كان بطل مصر في ال 100 متر، فكان سريع جدا، ميزته الوحيده كانت السرعه، انه طبعا كان لعيب كويس طبعا، مش وحش. في الماتشات الدوليه كان الفناجيل يعمل له ثرو باس
او صالح سليم يعمل له ثرو باس يوصل، يعني لعبه واحده بس يجيب جون يجلي، فاهم؟ عايز الدين صلاح بتاع اليومين دول. ايوه بالظبط. بس طبعا صلاح عنده طبعا امكانيات. انا بالظبط كده. فصالح سليم الاهلي مر عليه اجيال كتيره جدا من المواهب، انتهت صفحتهم وانتهى تاريخهم بمجرد خروجهم من الملاعب. يعني ده الوحيد، على الرغم ان هو ما كانش الاحرف، كان حريف طبعا بس ما كانش الاعظم، ما كانش الاحرف، لكن الوحيد اللي استمرت شعبيته بعد اعتزاله ب 36 سنه هو كاريزما غير عاديه. بعد وفاته ب 16 سنه صالح سليم موجود في العقل الجمعي وفي الضمير الجمعي الاهلاوي. فانت بصدد حاله غير عاديه، يعني حاله او لعيب غير لعيب استثنائي بكل المقاييس. انت معايا مش معايا؟ معاك يا فندم. فده لعيب يعني استثنائي بكل المقاييس. انت 36 سنه بعد اعتزاله بشعبيته كما هي، الصحافه بتجري وراه، كان عازف عن الشهره، نموذج ما شفناهوش احنا كصحفيين، ما شفناش زي الحقيقه، يعني شفنا اللي بيتكلبوا على الشهره على الاخبار وكده، في الرياضه وفي الفن وفي الادب وفي كل المجالات. ايه المختلف في شخصيته؟ يعني حضرتك قلت نموذج ما شفناهوش كصحفيين، ايه اللي مختلف في شخصيه المايسترو اللي خلى حضرتك تقول عليه مختلف؟ اللي خلاني اقول عليه مختلف ان هو يعني انت بتشوف رجل يقول ما يفعل ويفعل ما يقول وببساطه شديده، يعني ما كانش عبقري او فز في حاجه، لكن شخص استثنائي. انه مفتاح شخصيته اعتقد يعني ان هو لا يكذب، يكره الكذب وما يكذبش. فما يكذبش دي طبعا ممكن توقعه في مشاكل كتير، لكن هو نفسه يعني بيتصرف كما هو نفسه، وعارف حجمه وعارف قدراته، لا يبالغ في حجم نفسه ولا يقلل من حجم نفسه، يعني بيعتز بنفسه ويعتز بكرامته، متواضع جدا وعكس فكره اشاعت عنه. يعني كان شديد التواضع وشديد اللطف مع الناس اللي يعرفها وحتى اللي ما يعرفهاش. انما مفتاح شخصيته هو مصداقيته. ودي شيء، ده شيء الحقيقه صعب يعني. الصراحه والوضوح اللي ممكن يدخله يعني يخش في مشاكل بس يروح في البيت ينام مستريح. يعني ما كانش كمان اجريسيف، يعني كان صريح وصادق كلام، لكن كان رقيق جدا ومش جارح وكده، بس مواقفه قويه جدا. يعني خد موقف خلاص انتهت، ما ينفعش اتراجع فيه. وكان عنده شجاعه مواجهه نفسه، لو اخطا يقول اخطا. دي شجاعه بقى او الفضيله، يعني ما بتمسكش برايه لو طلع غلط او برضه يفضل مكمل او يعاند او الكلام ده. لا، هو لو هو ده شخصيه الواثق من نفسه، يعني عنده ثقه بنفسه، عنده تصالح نفسي، يعني تقدر تقول صالح المتصالح. تصالح نفسي، كبرياء صالح. مش كبرياء بس، يعني متصالح مع نفسه، متعادل مع نفسه، عنده توازن نفسي، يعني ما عندوش عقد مرضيه او نفسيه يعني. فالتوازن ده بيخليه واثق من نفسه، فلما يغلط يقول لك لا انا اللي غلطان. يعني قال لي ما سالته مره، قلت له انت يعني ما كملتش ليه في السينما؟ وكانوا بيجروا وراه حقيقه يعني. وكانوا اصدقائه عمر الشريف واحمد رمزي فاتن حمامه، وبيقولوا ان هو يعني كاريزما غير عاديه في السينما وعمل اداء كويس في الشموع السوداء. لكن بقول له ما كملش، قال لي انا فشلت، يعني مش شغلتي. فشلت دي عمرنا ما بنسمعها من مسؤول. انما ده ممكن اقول لك ببساطه فعلا مش شغلتي، يعني فشلت، مش موهوب. ما ينفعش حكمه على نفسه. قال لاني فشلت. يعني انت دايما لما تسال حد سبت كده يقول لك اصل عمله، اصل يجيب لك مليون، بوظولنا الشغل، حطوا كذا، شماعه اخطاء على طول. ودي الحقيقه من الحاجات السلبيه في شخصيه المصري، يعني شخصيه المصري، ان هو دايما يرمي اخطائه على الاخرين، او شخصيه المسؤول المصري. ما بعممش طبعا، لكن دي سمه عامه عايزين نغيرها، او سمه مش حلوه في التكوين، في التركيبه المصريه، ان هو ما عندهوش شجاعه ان هو يواجه نفسه. فده واحد من الناس
شجاعه ان يواجه نفسه دي عاديه جدا، ما عندوش اي مشكله فيها، ويواجه الدنيا كلها لو ويتمسك بموقفه، لو حس ان هو على صواب حتى لو الدنيا كلها قالت لا. لو هضرب لك مثل واحد يعني شفناه طبعا وعصرناه، سنه 24 ديسمبر 71 الدوري كان رجع بعد 4 سنين توقف بعد 67، ماتش الاهلي والزمالك النتيجه 1-1، وفجاه في هجمه للزمالك كان في لعيب عندهم من بنها اسمه ابراهيم الدسوقي، ده بعد الماتش اختفى يعني، ده يعني شهرته ان هو عمل حكايه. المهم في كره مشترقه في سرو حد لعب له سرو باس اعتقد فاروق جعفر، وطلع مروان كنفاني كان الجون، فالكره مشتركه فطلع مروان مسكها في الهواء وهو نازل في الهواء يعني ايه، خبط برجله ابراهيم الدسوقي في بطنه، فنزل بقى تاني يمثل ويتلوى وبتاع، بس مروان فعلا يعني رفصه كده رفصه. حكم المباراه كان الديبه. الديبه انا يعني اعرفه شخصيا، مشتغل معانا كان في الجمهوريه، كان ناقد رياضي، واحد من انزه الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، وكان لعيب منتخب مصر، وكان من الفريق اللي شارك سنه 57 في حصل على اول بطوله افريقيه وجاب جوان فيها. المهم الديبه حسبها ضربه جزاء، تيت ضربه جزاء، وكان اول مره في تاريخ الكره المصريه ان تحسب ضربه جزاء على حارس مرمى وفي كره مشتركه وممكن يبقى فيها وفيها لا. فالدنيا اتقلبت والماتش وقف، طبعا ضربه جزاء وجابها فاروق جعفر جول، دي جابها 2-1، فالجمهور طبعا جمهور الاهلي هاج لان اول مره اشوف ده قدامه اللي يتحسب ضربه جزاء على جول. ف جيري مروان مسك الكوره وقعد يشتكي للجمهور، وكان برضه كان في نفس يعني انور سلامه اعتقد فؤاد ابو غيده كان فلسطيني برضه، المدافع كان مدافع متقدم ويطلع يجيب اهداف، برافو عليك صح، يعني دايما يسجل اهداف بدماغه. المهم الدنيا باظت، واللي حصل ان مروان يعني حرض الجمهور شويه او بالبادي لانجوج بتاعه بص للجمهور وايه وبتاع وكلام من ده، وخد الكوره ومشي وحطها على ظهره وما رضيش يعني، عمل شويه حاجات كده. فالماتش ده هو اللي اوقف الدوري طبعا، الدنيا اتقلبت وكلام من ده، مجلس اداره الاهلي اجتمع والجمهور هاج وكسر المدرجات ومجلس الاداره اللي عملوا الديبه ده والديبه وبتاع، الاهلاويه كلهم بقى يعني ده زملكاوي وعنده ميول زملكاويه. فالمهم في الجو الساخن ده الملتهب ده اجتمع مجلس اداره النادي الاهلي اجتماع طارئ عشان يطلعوا بيان ادانه للديبه واتحاد الكوره وبتاع وكلام من ده. فاثناء الاجتماع صالح سليم كان مدير كوره وكان موجود في الملعب، فدخل استاذ صالح سليم، فدخل قعد وبهدوء شديد قال لهم انا يعني هقول شهادتي بس قبل ما تاخدوا قرار في اي حاجه وقبل ما تصدروا بيان او كلام من ده. السبب في الكارثه دي كلها مروان، وانا قررت ايقافه 3 شهور كمدير كوره، وقفته 3 شهور. قرار صارم وخد قراره وشايف وعارف ان هو ما هياخدوا قرار، هيعملوا بيان مع الاهلي، هو ده الوحيد اللي من نادي الاهلي واداره الاهلي اللي قال وقف ضد التيار ده كله وقال احنا اللي غلطانين. دي مواقف لا تنسى للكابتن صالح، وهناخد تليفون مهم جدا عشان يشاركنا الحوار وعشان نقول مواقف اكتر ونتكلم مع حضرتك على كواليس اكتر، وحضرتك من قربك وكلامك يعني رسائل واضحه جدا. معانا طبعا تليفون مهم جدا دكتور عبد المنعم عماره، طبعا واحد من رموز الرياضه المصريه طبعا، وطبعا ادارات في فتره طويله جدا وفتره اصدار الكره المصريه ووضع اساسات وكيانات للرياضه المصريه في توقيتات كبيره جدا. تحياتي ايهاب الخطيب وتحيات الصحفي الكبير واستاذنا الكبير الاستاذ سعيد وهب. الو دكتور. ايوه يا ايهاب، مساء الخير، ازيك وازاي الاستاذ سعيد ديما؟ اهلا مساء الخير يا دكتور، تحياتي يا دكتور. اهلا يا استاذ سعيد، ازاي حضرتك يا دكتور؟ تحياتنا ليك. انا كنت بخير، اهلا. ربنا يخليك يا دكتور. خير. اهلا بيك دكتور عماره، طبعا بنرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا
بنؤكد ان حضرتك قيمه كبيره في الرياضه المصريه، وطبعا تعاملت وعثرت مع المايسترو صالح سليم ومواقف كثيره طبعاً لا تنسى بعد رحيله ب 16 عام. طبعا كابتن صالح انا حسن حظي انه الفتره اللي انا اشتغلت فيها وزير الرياضه تقريبا كان هو موجود، وازعم انتخابات الجمعيه العموميه دي انا اللي عملتها اللي هو جاء فيها، كان داخل تمام حسن مصطفى. كنت انا عملت شغلانه كده في الجمعيه العموميه فيها مشكله ايام ما استقال الكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب، كنت تتذكر وكابتن تمام المجموعه دي كلها، فكان ممكن ان انا اعين حد يعني تعيين المتاح كان بس انا طبعا كلمت حسن كده وكنت رافض، ف يعني قررت ان انا اعمل جمعيه عموميه بشكل ما يعني نفعت حقيقه كويس، و يعني جه فيها الكابتن صالح. كابتن صالح طبعا انا اتعرفت عليه مده طويله، شخصيه جميله وشخصيه محترمه، يعني ناس كتير بتقول بيني وبينه خلافات وده كلام مش مظبوط خالص، يعني انه كابتن صالح راجل لا تملك لكنك انت تحترمه، فاعتمد ان انت تحترمه اكيد يعني، وبالتالي استمتعت بالعمل معاه، وانا حاولت حتى في فتره من فترات ان انا اقنعه ان يجي رئيس اتحاد الكوره، وكلمته وقلت له اتفضل تعالى المكتب، جالي المكتب اتكلمنا فيها، وفي مواقف ما كانش متحمس قوي، فقال له اديني فرصه عدى عليك تاني، وجالي واعتذر، وكنت عندي امل ان الكابتن صالح ممكن يعني. بس ليه حضرتك شفته في المكانه دي؟ او ايه اللي كان المطلوب تعمله في المكانه دي فحبيت تدي المسؤوليه دي للكابتن صالح؟ لا انت عارف كان الكوره فيها مشاكل كثيره زي ما انت عارف مشاكل طول عمرها كتير. انا قلت ان الكابتن صالح يعني هو كان له اراء في الكوره مش عاجباه، فانا قلت فيش خلاف ان هو لو جه هيصلح الدنيا دي وريح دماغي شويه انا من الهم اللي انا كنت بشيله ساعتها يعني. الحقيقه يعني رفض، كان عندي امل كبير قوي ان هو يقبل، لكن طبعا احترمت رغبته ويعني ده فعلا الكابتن سعيد مع حضرتك. الكابتن طارق سليم قال لي فعلا الموقف ده، قال لي ان الدكتور عبد المنعم عمار عرض عليه رئاسه اتحاد الكوره، بس هو اضاف لي ان الرئيس السابق مبارك كان قال لطارق مره كان بيسوق الطياره بتاعت الرئاسه، فقال له اخي ما تخلي اخوك يمسك الكوره بدل الدنيا ما هي بايظه كده. فكلام طبعا ما لهاش علاقه خالص، الرئاسه ما كلمنيش خالص ان صالح سليم في الكوره على الاطلاق يعني لم يحدث ابدا. لا هو الاستاذ سعيد بيحكي موقف اخر، لا موقف يعني بيقول آخر يعني. الكابتن طارق سليم رحمه الله هو كان بيسوق طياره الرئاسه، سياده الرئيس حسني مبارك كان كلمه ساعتها وقال له ما تخلي اخوك، هم قالوا كلام يعني كتير انه في خلاف مع الرئيس ان هو مش عارف ايه والكلام ده كله، ده كلام مش مظبوط. لكن انا الرئيس مبارك كان في موضوع لما كان في مشكله في اتحاد الكوره كنا عايزين نعين حد، فكلمني سالني والله انا عايز اعمل سوا حرب سوري، قال لي طيب ما تجيب حسن عبدون. قلت له الدكتور حسن عبدون كان في مشكله معاه شويه وكده، فخلينا، فقال لي طب ما اجيب صلاح حسب الله. قلت له لا خلينا في الحرب الدهشوري يعني. قال لي بس انا ما اعرفوش. قلت له لا بس الحرب الدهشوري حرب الدهشوري شخصية جميلة كده، وافق ساعتها لكن تمام لم يحصل حوار بيني وبينه ان الكابتن صالح هو كان اصلا كان رافض القصة دي كلها يعني. دكتور عمارة طبعا طبعا فضل. طبعا دكتور انا يعني هو موقف جيد لحضرتك اللي انت في الازمه بتاعت الكابتن عبد الصالح الوحش والاستقالات وكده انك ما عينتش حد، ده دي الحقيقه حاجه يعني تحسب لحضرتك ان انت كنت بتكرس لحكايه الانتخابات والديمقراطيه وحكايه التعيين يعني ما كنتش متحمس ليها قوي خاصه في النادي الاهلي، ده موقف الحقيقه يعني يحسب لحضرتك. والله انا حتى انا
كمان كلمت كابتن حسن حمد، عندي صديق قديم، قلت له حسن وضع كذا، انتوا زنقني فانا لازم اعين، ان اللائحه بتقول عين. قال لي ارجوك ما تعينش، مفيش داعي وكده، لكن الجمعيه العموميه عشان تتعمل حط فيها انتخابات، دي كانت مشكله برضه، ما كانتش سهله. فانا الحقيقه جبت شؤون القانونيه كده، ولا اخترع حاجه جديده كده في الورق، وحتى انا فاكر اياميها عملنا ناس بتقول لا في الانتخابات وناس كذا وناس عايزه تصوت مع صالح، يعني عملت شغلانه كده يعني، لا كانت خير، فادت النادي الاهلي، ان كابتن صالح الحمد لله جاب رئيس النادي ساعتها في. لكن دكتور عمارة أكيد مواقف لا تنسى مع المايسترو، لو تذكر لنا مواقف لا تنسى مع المايسترو صالح سليم. في حاجات كتيرة جدا يعني، بس ناس تقول لي مثلا إنه هو كان عايز يخش الكورة، قصدي عايز يخش الاستاد، وأنتوا منعتوا عربيته تخش وزعل وعمل، الكلام ده ما حصلش. مرة تانية برضو كان النادي الأهلي بيلعب فرقة في أفريقيا، فأنا كان في بروتوكول كده للقعدة. زكريا عزمي قبل ما اخش انا اقعد مع الرئيس شويه كده، يعني كنت عايش حي يرزق يعني، فلقيته مش حاطط صالح سليم. لا زكريا يعني، ده كان حاطه في الصف الثاني على ما اتذكر انا. ده ماتش نهائي بطوله العرب. نهائي البطوله العربيه. لا دي حاجه، دي قصه ثانيه. ده قصه ثانيه. دي قصه ثانيه. ده قصه. طب اتفضل. برضه ما حصلتش. تمام. انا قلت له يا دكتور زكريا مش هينفع كده، ما ينفعش، ده النادي الاهلي، سليم بن صالح سليم دلوقتي ده النادي الاهلي وحاجه كبيره، وصالح سليم انا ما ارضاش انه يبقاش قاعد جنبنا. فقال لي طيب النظام ايه؟ قلت له الرئيس يقعد كده وانا ببقى على يمينه، اظن قعدت على شمال وكرئيس وزارة على يمينه، واصريت ان كابتن صالح يقعد جنبي، وكان كلام ودي لطيف مع الرئيس مبارك، لا زي ما حد قال كلام كده، قصص معها غريب الشكل، لكن كان لقاء ودي ورقيق بين الرئيس مبارك والكابتن صالح الله يرحمه. هو الراجل صالح كان راجل مهذب ومحترم الحقيقه، ده حقيقه فعلا. طبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك، واحد طبعا من القامات اللي تولوا وزاره الشباب والرياضه، تاريخ كبير جدا وذكريات لا تنسى مع المايسترو صالح سليم، كل الشكر والتقدير لحضرتك. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك. طبعا كلام مهم، حضرتك عايز تعقب عليه قبل ما نكمل كواليس حوادثنا؟ لا كلام مهم. هو فعلا يعني زي ما بيقول الدكتور عماره، احيانا الناس بتبالغ يعني، احيانا بيبقى في يعني مبالغات في الروايه ممكن تكون ليها حجم معين، ففي ناس يعني تحب يعني تاخد دور كده قراوية فيبالغوا في وده الحقيقة يعني شيء مش حلو خالص يعني، إنما يعني لأن الواقع لوحده حلو. الواقع نفسه جميل وكويس، وبعدين في أحيان مبالغات لا تصدق يعني، أمبليفبل يعني الحكاية، إن يعني في حكايات عقلك ما يصدقهاش. وأنا يعني وفقا لشخصية كابتن صالح كان بيشاع عنه ان هو صدامي، شخصيه صداميه وشخصيه بتاع. انا ادخل في الحته دي لان مش معقوله حضرتك مش معايا، وبعض الشائعات اللي ترددت على كرهه للاعلاميين والصحفيين والتعالي عليهم والتكبر عليهم، وحضرتك قربت منه جدا، هتكلم على دي، لكن عايز ارجع اتكلم عن النقطه المهمه، عندما دخل مدير الكوره صالح سليم وقال لهم مروان كنفاني هو اللي غلطان. ده طبعا موقف تاريخي وسجل، ودي من الحاجات يعني صالح سليم ما عملش يعني، انا قلت لك من شويه ان هو 36 سنه نجوميته زي ما هي بعد ما ساب الكوره خالص، الناس في الشارع تشوف تلم عليه وكلام من ده، 16 سنه بعد ما وفاته يعني ما زال مقيما في العقل الجمعي وفي الضمير الجماعي الاهلاوي، فده لازم يكون شخص غير عادي، استثنائي يعني، من الاستثناءات بقى الحاجات دي، ان هو مواقف سهل جدا ان انت تقول في كل حاجه. الدنيا قايمه والجمهور قايم. سهل ان انت تركب على عم الجمهور وكلام من ده وتطلع بطل وبطل شعبي وبتاع، الجمهور يسقف له كلام، صعب جدا انك تقول لا. فلا دي هي اللي بتعمل، او مواقف لا دي هي اللي بتصنع او بتعمل تاريخ للقادة والزعماء والنبلاء وكده، مش القرار بيرسي مبدأ برضه.
يعني طبعًا بيتحط بيرسي مبدا. انت لا دي على ايه؟ لا هو شايف وهو صادق وهو عارف، هو لعيب كوره اساسا يعني طبعًا. اولا هو لعيب كوره، ثانيا موقفه موقف قيمي يعني فعلا عن قيم. ما ينفعش هو ما ينفعش اعتراض عن الحكم في حاجه زي كده، ما ينفعش تسير الجمهور يعني ما ينفعش ان استدعى الجمهور. هو اللي حصل ان كابتن مروان الله يمسيه بالخير بقى هو كان يعني بعديها بقى يعني طبعا هو اعتزل كرة بعد الحكايه دي، وبعدين بعد كده يعني خد دراسات وعلى راح امريكا وعمل دور سياسي كبير جدا طبعا. وكان المستشار السياسي ياسر عرفات، ومروان كان يعني من اعظم حراس المرمى في تاريخ الاهلي. لكن احنا بنتكلم على واقع معين، في الواقعه دي صالح قرر ايقافه 3 شهور ووقف راتبه، كان بياخد 40 جنيه وايام لانه مغترب واعتقد كان ساكن مع فؤاد ابو غيده في عماره الاموبيليا. عماره الاموبيليا دي صاحبها مين؟ لا ما اعرفش انا صاحبها. صاحبها واحد من رؤساء النادي الاهلي عبود احمد عبود باشا، والاموبيليا دي كانت اتبنت في الاربعينات، كانت عجوبه من عجبات العماره المصريه. واحمد عبود باشا رفض انه يسكن فيها، يقول لك الشرط ان اللي يسكن فيها يكون اهلاوي، فسكن فيها فنانين كتير جدا زي نجيب الريحاني وانور وجدي ويعني عدد كبير، ليلى مراد وكل صفوه مجتمع سكنوا فيها. بس في شرط لازم يكون عبد الوهاب حاول يسكن فيها فهو قال لهم لا مش هكلمه فكلم فؤاد سراج الدين باشا، وفؤاد سراج الدين باشا كلم عبود باشا قال له ده عبد الوهاب كان عايز ياخد فيها مكتب، وفعلا خد في الاخر خد يعني خد مكتب فيها، وده كان الاستثناء الوحيد، لكن كل اللي فيها كانوا اهلاويه. نرجع لموضوع مروان او موضوع الموقف ده، هو دخل مجلس الاداره قبل ما يتورطوا ياخدوا قرار او ياخدوا بيان، يعملوا بيان يعني طبعا بيان الجمهور هايج ومجلس الاداره، مجالس الاداره عاده يعني بتعمل حساب للجمهور او طبعا يعني الجمهور، فما ينفعش يتصدى للجمهور. احيانا الجمهور بيكون على خطأ مش على صواب، احيانا الغالبيه بتبقى على خطأ مش على صواب. هنا البطل يبان او هنا الفارس يبان، صالح سليم هو ده بقى. لكن مجلس الاداره وقتها بيستعد لاصدار بيان شجب وعنتري، واحنا وان الذي وكلام من ده والتحكيم والبتاع وايقاف وعايزين تحقيق معاه وحاجه جامده جدا. ف مدير الكوره غير الدنيا. دخل صالح قال لهم مثلا عايز اقول لكم كلمتين يعني قبل ما انا رايي كمدير كوره، انا اولا خدت يعني استخدمت صلاحياتي كمدير كوره ووقفت بلوان لان هو المسؤول عن الشغب وكل اللي حصل. فهم طبعا على القصب الطير وذهلوا، انت بتقول ايه؟ اللي بقول بقوله ده. السبب المصيبه دي مروان، لان هو اللي اثار الجمهور، خد الكوره وراح عند الجمهور وعمل لهم كده ده. واعتقد ان انور سلامه كان يعني كان في المتورط في الحكايه دي، انور برضه كان يعني متحمس حماسي شويه وكان برضه عنده شخصيه كاريزميه وزعامه وكلام. المهم المجلس ذهل وفوجئ وسكتوا. ازاي يعني بداوا يكلموه، ازاي كابتن صالح، ازاي ده اول مره تعالوا، حتى لو اول مره. ده دخل رفصه برجله في بطنه جوه منطقه الجزاء، تبقى ضربه جزاء، الراجل حكم ما غلطش. الاعتراض بتاع مروان هو اللي نزل الجمهور، لو احنا اعتمدنا الحكايه دي وفرطنا في الحكايه دي وسيبنا الحكايه دي ان كل واحد كل لعيب يطلع ينده الجمهور ينزل الجمهور، مش هيبقى في كوره بعد كده، ومش هيبقى في اخلاق، ولابد من ستوب، لابد من فاصل. الحكم حكم، وتعلمنا من مختار التاتش ان احنا نلعب على الصفاره. العب على الصفاره. هو كان دايما شايف نفسه انه امتداد للتاتش. هو ده الامتداد الحقيقي، والتتش كان دايما يقول التتش هو يعني المثل الاعلى، هو المعلم الاكبر يعني. وطارق نفس الشيء يعني، مره بقول له طارق بعد ما توفى صالح يعني كابتن طارق، فقال لي فبقول له يعني صالح عمل حاجه في النادي الاهلي يعني ارسى مجموعه قيم في النادي الاهلي هتقعد 200 سنه. قال لا مش صالح،
قال ده التيتش قبل صالح. يعني شوف حتى يعني. فالمهم فطبعا يعني ده كابتن صالح ده شخصية استثنائية غير عادية. ما هوش يعني ما هوش عبقري، ما هوش ما عملش عمل خالق، عمل حاجة بسيطة جدا اللي ناس كتير جدا بتعرفش يعملها، ان هو يكون صادق مع نفسه، ان هو يكون بساطة وصراحة، ما يكونش مزدوج، يعني ما يكونش ازدواجي، يعني ما يبقاش معاييره مزدوجة، ما يقولش حاجة ويعمل يتصرف غير تحت أقوى الضغوط، بياخد القرار الصح زي قرار كابتن مروان كنفاني. كل الضغوط دي قرار صحيح 100%. غير يا إيهاب القرار الصح في كل شيء، فيما هو عام وفيما هو خاص، فيما هو شخصي، فيما هو متعلق بالنادي الأهلي، بياخد يعني يتكلم يفعل كما يتكلم ويتكلم كما يفعل. ما ينفعش يقول حاجة ويعمل حاجة غيرها، يعني ما ينفعش يقول هنعمل المفروض تعمله كذا وهو يتصرف بشكل عكس، لا هو نفسه. ودي الفريضة الغايبة في يعني الشخصيات القيادية بشكل عام، يعني محتاجين دايما القائد في أي موقع يكون بالمواصفات، لأنه يكون قدوة حقيقية. طبعا صالح ما كانش بيعمل حاجة، هو نموذج يحاكى، يعني كان يعني ما ينفعش يعني صالح ما عرفش يخطب، انما اللي بيعمله لا احنا مش عايزين خطيب ومش عايزين حد بيخطب ومش عايزين حد بيتكلم وحد، لا احنا عايزين النموذج في الملعب نموذج اخلاقي، بره الملعب هو بيتصرف ازاي الناس تعمل زيه، لذلك الناس كلها مشيت وراه. انا هقول لك موقف برضو تاني، يعني انا هسمع الموقف ومصر ان انا بقى اخد كلام عن الموقف وعن جاهية الكابتن صالح اللي الناس اتكلمت عليه وغروره على الصحفيين والإعلاميين، لكن بعد ما اطلع تقرير مع الكابتن شطة ونرجع نتواصل. الاهلي مرتبط بصالح سليم ارتباط كبير جدا. اول حاجه لما انا جيت النادي الاهلي سنه 73 صالح سليم استقبلني، كان وقتها هو مدير الكوره، وبعد كده قال لي شطه بتوع نادي الهلال دول حبايبي، ومن زكي واسامه يوسف، وقعد يحكي لي بقى سليمان فارس لعب، طبعا انت عارف سليمان فارس اللي هو السد العالي، اول لاعب سوداني سنه 56 لعب مع كابتن صالح سليم، فاول واحد استقبلني. وبعدين قابلني تاني بعد ما دربت شويه مع النادي الاهلي والظروف كانت صعبه والحرب وكده 73، قابلني تاني بعدها بيقول لي شطه انا مش شايفك في النادي الاهلي في حاجه. قلت له والله الفرصه ضعيفه جدا لكابتن صالح، واتمنى انك انت يعني تشوف الموضوع ده مع كابتن هيدوكوتي وكابتن عزت ابو الروس، وقتها كان مدير الكوره. جه بعدها الحقيقه جاء من زكي زار النادي الاهلي وكان ماسك النادي الهلال السوداني، فبيقول له كابتن صالح انتوا ليه ما بتلعبوش الكابتن شطه وشطه ده لعيب كويس وكذا. فقال له يعني ان دي فرصه وانت متاكد مش عارف ايه، قال له فقابلني تاني كابتن صالح. شوف التاريخ بقى بعيد نفسه ازاي، واداني فرصه الحقيقه من وقتها. حقيقه انا طبعا ربنا كرمني والحمد لله لعبت في النادي الاهلي في جيل السبعينات كابتن حسن حمدي والخطيب والمجموعه دي، فتاريخ حقيقه تاريخي مرتبط بالنادي الاهلي. صالح سليم برضو لما انا كنت في النادي الاهلي بلعب كان دايما بيلجا لي في حاجات كده جدا، خصوصا ان انا كنت يعني طبعا جاي من السودان لغه الانجليزيه قويه جدا، كنت في كليه الهندسه وكده، كان بيلجا لي مثلا في العقود بتاعت اللعيبه، يعني مثلا عملت العقد بتاع فيليكس ابواجي، وقتها كان فيليكس طبعا في التسعينات لما كان موجود مع الان هاريس وانا كنت مدرب، برضو كمان في حاجات كتير جدا في الاتحاد الدولي كان براجع اللوائح والحاجات دي، فامتدت العلاقه برضو بجانب الكوره امتدت في الاداره وامتدت في حاجات كتير جدا. صالح سليم كان لما يروح عنده بيته في عرابي هناك في على طريق الاسماعيليه، كان غاوي الحاجات اللي هي التكنيكال حاجات كده، يحب يفتح التلفزيون، يحب يشغل الديش، يحب يعمل الحاجات دي والموبايلات والانتنه، كان كنت الاقي طالع فوق في السطوح بيركب انتنه مثلا، فاقول له كابتن صالح، يقول لي لا انا احب اعمل حاجه بايدي، كنت اروح برضه اقعد معاه هناك بالساعتين والثلاثه نخلص حاجات معينه، برضه ارتبطنا بحكم المهنه كمان انا مهندس، انه برضه كان هو عاشق للامور دي. وبعد كده طبعا دخلنا بقى في الاداره ودخلنا في حاجات كثيره جدا ونصايحه، واذكر كمان موقف مهم جدا يعني لما جبت وائل رياض من نادي الشرطه،
كان وقتها وائل رياض جسمه قليل جدا وكانوا طلبوا في فلوس كتير حوالي 100,000 جنيه وكده. فقلت له يا كابتن صالح هذا اللاعب لازم يجي النادي الاهلي. فقال لي ازاي ده 100,000 جنيه شطه وجسمه قليل مش قليل؟ قلت له بس انا مستعد اثبت لك، بس انت ايه في في في, في الفرقه بتاعت 18 سنه 19 سنه ضميت وائل رياض حقيقه وكان متميز جدا. طبعا كان جيل عماد متعب وسامح حسني وحسام غالي والمجموعه دي وطبعا وشريف كرامي، فطبعا تميز جدا وائل رياض. فقال لي والله شطة انا برضو بحييك يعني كويسه وكده. دي برضو من المواقف الثانيه الحقيقه اللي انا بذكر عليه. وحقيقه يعني لما توفى صالح سليم حقيقه الكابتن الكبير اللي احنا تعودنا ويعني عشقنا النادي الاهلي من خلاله، يعني انا عملت له الحقيقه حفل التعبين بتاعه وعملت له شريط سميته ذا ريد كاندلز، الشموع الحمراء مش الشموع السوداء، وعملت تاريخ حياته كلها وعرضناه هنا في الصاله المغطاه في حفل تعبينه. وكان حقيقة بساعدني فيه حقيقة سيد محمود سلطان المعلق والمخرج أحمد عبد العزيز، عملنا حاجة عنه حقيقة موجودة دلوقتي تقريبا برضو بتزاع. فأنا طبعا كنت عاشق للكابتن صالح سليم وكنت حقيقة بعتبره من الناس اللي خلونا نحب النادي الأهلي بشكل مباشر، لأنه عاشرناه وعاصرناه لاعب وعاصرناه مدرب وعاصرناه قصدي إداري وعاصرناه رئيس نادي وعاصرناه صديق. وكان حقيقة شخصية تستحق مننا أن يعني أن نؤبنه هذا اليوم وندعو له بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. كلام طبعا مهم جدا قاله كابتن شطة، وكلام كتير جدا هتسمعوه النهاردة في حلقة خاصة عن المايسترو ما سمعتهوش قبل كده. لكن لسه متواصل مع الكاتب الكبير والصحفي الكبير الأستاذ سعيد وهبة اللي كان قريب جدا وتعامل مع المايسترو صالح سليم عنده فترات كتيرة جدا وقماشة كبيرة جدا وذكريات كبيرة جدا عندما كان الأستاذ الكبير سعيد وهبة في قطاع الناشئين في النادي الأهلي 66 وهو بيشوف المايسترو بقى في الفريق الكبير وبتدرب ازاي وبتعامل ازاي، ده هنتكلم فيه. لكن كنت بخص معاه الكلام وقلت له الكابتن صالح كان بيقوله متعالي على الصحافه وبيتكلم معاهم بكبرياء وعنده تعالي عليهم، ولكن احقاقا للحق الاستاذ سعيد وهبه برضه كان عمل انفراد كبير جدا ومهم جدا. كان في جريده الجمهوريه وكان هو الصحفي المسؤول عن تغطيه النادي الاهلي، وكتب منشيت صفحه اولى بقى وانشط عظيم جدا. كتب ان بيليه الجوهرة السوداء هيقود سانتوس لمواجهة النادي الاهلي والدنيا قامت ما قعدتش. مظبوط؟ مظبوط. هو يعني هو الموقف ده كان كاشف او كان يعني كان بداية ثقة كبيرة جدا من الكابتن صالح سليم تجاهي، يعني او كان بدايه علاقه جيده. هو طبعا كنت مندوب الجمهوريه في النادي الاهلي في الفتره دي اوائل السبعينات، وكابتن صالح مدير كوره فعصرت مدير كوره باخد اخبار وكلام من ده، وبعد كده عضو مجلس اداره. انا مره موجود في كنت في النادي الاهلي، فكنت دايما اروح الصبح اشوف اخر اخبار ايه واطلع على الجمهوريه الظهريه الساعه 1:30 2 كده، اكتب شغلي الساعه 5 اروح البيت اريح شويه، ارجع تاني للنادي الاهلي الساعه 7 8 اسهر. يعني كانت حياتي كلها في النادي الاهلي. وكان الكابتن صالح ايامها يجي بالليل، جيلنا بالليل يقعد فوق في التراس فوق، وكان ليه شله كده ظريفه. وكان من ضمنهم الكابتن عادل القياي، محرم الراغب، المستشار عبد المجيد محمود، عادل هيكل، عوضين، حلمة والمعاطي. التراس ده كان جميل جدا في فترة الصيف، وكان صالح دي قعدته المفضلة، فأنا كنت بروح أقعد معاهم يعني. فالمهم في يوم من الأيام حسيت إن في جزء من مجلس الإدارة مجتمع جوه، الفريق مرتجي واثنين ثلاثة في غرفة مجلس الإدارة، فقلت أكيد في حاجة حاسة كده. حاسس الصحفي بقى. قلت في حاجة بتحصل فأنا مش همشي. قعد مستنيين لغاية الساعة يمكن 3، المفروض انا ابقى في الجورنال الساعه 1. ما رحتش. كلمتهم في التليفون، كلمت الاستاذ ناصر سليم رحمه الله عليه، يعني قلت له يا استاذ ناصر انا متاخر شويه، يبدو ان في حاجه، فحسنا يمكن يبقى في شيء. قال لي خلاص خليه، لو في حاجه مهمه كلمني بالتليفون. المهم خلص الاجتماع 2:30 3،
سالت في الفريق مرتجي رحمه الله عليه يا فندم في حاجه وبتاع وكده، انا شايف كده ان في حاجه، قال لا لا ما فيش حاجه احنا قاعدين يعني بندرس من يوم الاهلي بيقفل كده وما فيش حاجه ويعني صعب جدا انك تاخد خبر على فكره. يعني كون يطلع خبر بس كده دي كارثه، كانت مصيبه يعني. مع انه خبر عادي وخبر يعني مفرح. لا ما هو اللي حصل بقى ايه، قال لي لا لا مفيش حاجه احنا قاعدين بندردش وكلام من ده وبنناقش المكتب التنفيذي هيعمل ايه وايه، وسابني وماشي. كان في واحد صديق قوي ليه قاعد بره، فبعد ما ماشي فروحت رحت للصديق ده، فلان يعني اكيد في حاجه فلازم اكيد انت عارف. فضحك. المهم قعدت الح عليه، فقال لي طب انا هقول لك بس توعدني كلمة شرف ان ما قلتلكش. قلت له اوعدك. قال لي تعالى معايا. المهم دخلنا كده جوه في حته، قال لي تعاقدنا مع سانتوس. سانتوس ايامها كان في الكويت بيلعب ماتش مع نادي القادسيه، قال هييجوا يلعبوا هنا 18 فبراير بيليه بقياده بيليه والفرقه الكبيره يعني كلها، وبس انا ما قلتلكش حاجه. قلت له كتر الف خيرك اشكرك جدا. قال لي اوعى تقول. قلت له لا مفيش حاجه. المهم خدت بعضي وجريت جري على الجورنان. طبعا الصفحه كانت ماشي لان الجمهوريه كانت تطبع بالليل غير الاخبار والاهرام. فالمهم كان في رئيس تحرير الله يرحمه الاستاذ ابراهيم نوار. فدخلت له بقول له في كذا كذا. قال لي مش ممكن، هاتها لي صفحه اولى. انا فاكر نزل صوره لبليه وكلام من ده. وطبعا ايه عملنا تغيير في الرياضه، خدناها المانشيت الرئيس وعملت انا تغيير، جبت الصفحه وضبطتها من تاني وكلام منه، وكلمت الاستاذ ناصف في البيت ورئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه قال لي متاكد؟ قال لي مش ممكن. قلت قال لي عشان كده كلموني في بتاع في مؤتمر صحفي مهم بكره. قلت له اكيد عشان الحكايه دي. انت قال لي عملت بقى ازمه كبيره الاستاذ ناصف. اوعى يكون الناحيه الثانيه الاستاذ نعمان هيزعل. والاستاذ المستكاوي طبعا. فالمهم خدنا يعني عملنا الشغل بتاعنا وكده، والخبر نزل بالليل الدنيا ولعت. انا رايح الجمهوريه الظهريه، ما رحتش للاهلي الصبح. رايح الساعه 1:30 كده، فلقيت الدنيا مقلوبه. ده الفريق مرتجي اتصل، وكمال حافظ اتصل، وعايزينك وكلام، وفلان اتصل وسالوني مين اداك الخبر. وهل فسالتهم الخبر ده صحيح؟ قالوا له مش هنقول لك. برضه ما رضيش يقولوا. قالوا له في مؤتمر، قال لهم في مؤتمر صحفي النهارده وكلام من ده. فبيسالني بقى، قال لي هتروح المؤتمر؟ قلت له هروح اسمع، هروح اسمع الكلام ده. قال لي اوعى يكون بتاع. لغايه اخر لحظه كان شاكك. قلت له على رقبتي يعني. في المهم رحت المؤتمر، فانا داخل من البوابه اللي عند مستشفى المعلمين، فماشي كده قدام غرف اللبس، لقيت الكابتن صالح واقف مع الكابتن عزت ابو الروس. ايامها الكابتن صالح كان عضو مجلس اداره، وعزت ابو الروس مدير كوره، هو جابه بقى مدير كوره. فالمهم انا ماشي والاثنين واقفين، فالكابتن صالح شاور لي كده يعني انا بسلم كده، يعني معناها استنى عايزك ثانيه واحده بقى عايزك. فاستنيت. فالمهم ايه سلم على كابتن عزت وجالي، قال لي مين اداك الخبر؟ قلت له خبر ايه يا كابتن؟ قال لي الخبر بتاع كذا كذا. فسكت. قال لي لا ما انت يعني لازم تقول لي، انت عارف ان انا مشرف على الكوره وكلام من ده، وبعدين الخبر ده اذى النادي الاهلي. فانت لازم هتقول لي. قلت له يا كابتن صالح اسمح لي يعني. قلت له مش هقول. قال لي ليه؟ قلت له لو حد ائتمنك على سر طبعا ممكن تقوله انت كابتن صالح، يعني حط نفسك مكاني حد ائتمنك على سر تبيعه وتخونه فوصلي كده وما تكلمش يعني ما علقش. وقريت في عينيه ان هو اتبسط من اجابتي يعني. قال لي طب تعالى بقى معايا فالح، عمل لي كده يعني بصوت، تعالى بقى تعالى استلقى وعدك. تعالى عندنا مؤتمر اللي انت حرقته. تعالى بقى بعدين تعالى بقى فيلسوف وقول لهم الكلام ده. فالمهم مشينا مع بعض انا هو وطلعنا، كان المؤتمر في التراس اللي بقول لك عليه ده بتاع المبنى الاجتماعي.
دائره مستديره، طريقه مستديره، مائده مستديره، ومين بقى موجود؟ كابتن الفريق متجه كمال بيه حافظ، كابتن نعمان، كابتن نجيب المستكاوي، حمد النحاس، محي الدين فكري، احمد علام ابن جهينة. طبعا. وكان بقى يعني كوكبة يعني الأساتذة النقد الرياضي والإعلام في هذا التوقيت، الله يرحمهم جميعا يعني معظمهم يعني اعتقد كان الكابتن عادل القيع موجود يومها عشان مجلة وكده، اعتقد ان هو كان موجود. وانا داخل بقى كله باصص لي، يعني داخل مع الكابتن صالح، راح قاعد على كرسي وانا لفيت الناحية الثانية لقيت كله يا سعيد مين اللي اداك الخبر ده؟ اول واحد كتب كمال بيه حافظ. مين اداك الخبر ده يا سعيد؟ فقلت له ما ينفعش كمال بيه. فالفريق مرتجي قال لا لازم هتقول، لازم هتقول لنا مين. هتقول يعني هتقول. هتقول لنا لان انت عملت مشكله. انت لو انت اهلاوي بجد ما كنتش شرط خبر. لان احنا عاملين مؤتمر صحفي ده عشان هنذيع التفاصيل، فلازم تقول لنا مين، لان ما فيش حد يعرف الا مجموعه معينه بس اللي هي بتاعت مجلس اداره اللي اداك الخبر ده اذى النادي الاهلي، فانت لازم هتقول لنا. فقلت له ما ينفعش يا سياده الفريق اقول، مش هقول. وكنت ايامها كان فاكر عندي 26 سنه بقى يعني اخوان الشباب ده. فالمهم قلت له لا سياده الفريق ما ينفعش اقول. فكمال بيه حافظ رد لا هتقول. قلت له مش هقول. لا هتقول. قلت له مش قايل. بس ود كله يعني. طبعا لا هو بيقول لي هتقول، انا بقول له لا مش هقول يا كمال بيه، لا ما ينفعش. هو لو على رقبتي مش هفشي خبري مصدري. فالمهم لا هتقول، وقالها بشخط. فهنا اتدخل كابتن صالح قال انتوا عايزين الراجل ده يبيع يعني يبيع كلمته ويبيع شرفه ويبيع مصدره عشان واحد عيل في مجلس ده طلع الخبر مش قادرين عليه. ما تدوروا على اللي طلع الخبر من مجلس الاداره العيل. توقيت دعم والكلام بتاع الكابتن صالح تدخل امتى؟ انت بقى لو انت هاب في يعني في مكاني يعني. انا لسه عندي 26 سنه وكلام من ده، واللي بيدافع عن حقك او طبعاً. وجهه نظرك او عن حقك في حمايه مصدرك عضو مجلس اداره، ومين هو صالح سليم. فانا حسيت الى اي مدى ده انسان شهم، والى اي مدى ده نبيل. عارف ان ده شغلك ومقدر لشغلك وعملك. طبعا انا يعني انا ايه مزنوق ومحرج فحسيت ان انا غريب. استاذ ناصف رحمه الله ضحى بيك في الحته دي، راح معاك ولا سابك لوحدك في اليوم ده استاذ ناصف؟ لا الاستاذ ناصف كان في مشكله بينه وبين صالح بقى لها 13 سنه ما بيكلموش بعض. هقول لك برضه عليها، وانا صلحتهم على بعض بعديها. طبعا الصنصف كان معروف انه زملكاوي كبير. زملكاوي من الاقحاح يعني قح. فالمهم كابتن صالح انا حسيت ان هو انا بغرق وهو رمالي طوق نجاه. فقال لهم انتوا سايبين اللي في اللي طلع الخبر من الاداره وبتشطروا على الراجل ده اللي بيأدي شغله وبيحمي مصدره، انتوا عايزينه يبقى نادل ومش شريف ويفشي مصدره، وسايبين النادل اللي قاعد معانا في مجلس الاداره وطلع الخبر. فالمهم حصل بقى ايه، مش كلاش، لا انا يعني حصل مداخلات بقى بينهم. الفريق مرتجي قال له صالح ما عندناش عيال في مجلس الاداره. قال له لا في عيال، طالما الخبر طلع بقى في عيال. طيب خرجت انت بقى خلاص، انت بره القصه كده. خرجت بقى بين فالكابتن بيجي نعمان قال لهم لا اكيد بقى في طبعا. هو ايه طبعا كابتن نعمان كان صديق كابتن صالح طبعا. طبعا وكان ليه طبعا قيمه كبيره يعني، فازاي برضه يفوتوا خبر زي ده يعني ازاي طبعا. فكابتن نعمان قال لهم لا في طبعا ما ينفعش الخبر ده يطلع الا في يطلع من يطلع في المؤتمر قدام الكل مجلس اداره النادي. المهم يعني انا فاكر حتى الفريق مرتجي، وكتبت دي ايام ما كان سياده الفريق مرتجي عايش يعني. فكابتن مرتجي الفريق مرتجي قال له نعمان الرزق اللي يحب الخفيه. كنت اول مره اسمع المثل ده. انا ما اشوف سعيد وهو موجود في النادي طول النهار، فين مندوب الاخبار؟ فالمهم انتهى الموقف وحسيت الى اي مدى النصائح يعني حسيت بقيمه كبيره جدا لصالح سليم. بعديها
قربت منه جدا يعني، يعني بقيت متحمس له جدا وقربت منه. هو يعني ايه يبدو ان هو مش منعك بقى تدخل النادي؟ لا 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 لا, لا إيه؟ هو بالعكس يعني انا حسيت بعديها ان هو تمن لي الموقف ده يعني يعني كان بيخصني بحاجات وكان بيثق يعني في بعض الحاجات ممكن يدردش معاك في حاجه وعارف انك دي مش هتكتبها تاخد انا عايز اقول لك حاجه. صالح يا طبعا الناس المخضربين يعرفوا ما صنع الحداد بين صالح سليم ونصف سليم. خناقه على مدى 13 سنه، ناصف الاستاذ ناصف واخد منه موقف في الجمهوريه، كل ما هو سلبي يكتب عنه يعني فيش شيء ايجابي تقريبا يعني. و13 ده بشكل معين ولا بحته الانتماءات زمالك واهلي ولا لمشكله خاصه؟ لا 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 لمشكله خاصه. كانوا مسافرين مع بعض في كنا في الاولمبيك جيمز بتاع روما سنه 60 على مركب المحروسه اعتقد، وبعدين الاستاذ ناصف قال خطبه الجمعه فلمح فيها عن يعني عن بعض اللاعبين اللي فاكرين نفسهم مش عارف ايه وبتاع، فحاول يعني يعني شويه يعني اتكلم كلام الى حد ما ما عجبش الكابتن صالح يعني كلام موجه في خطبه الجمعه يعني في خطبه الجمعه عن التعالي مثلا او عشان حاجه كده يعني تفاصيلها ما اعرفها بس حكاها لي الاستاذ ناصف رحمه الله عليه الله يرحمه. فالمهم اشتبكوا مع بعض في حوار يعني في جدل طول الدوره. راجع الاستاذ ناصف طبعا واخد موقف منه ويعني اي حاجه يعني الى سلبيه ممكن تحصل يعني طبعا هيتبروز فيها في مده كبيره جدا. لكن انا لما فتحت الكابتن صالح ده كان سنه 74 قلت له يعني انت دلوقتي استغليت الحقيقه موقف ان هو كان قدم استقالته من مجلس اداره لصدام والقصه ممكن احكيها لك بعد شويه. اصطدم بمجلس الاداره برضه لانه تمسك بكلامه يعني يعني اتفقوا كان متفقين على ان الاهلي ليه فلوس عند التلفزيون والاهلي كان مدين وعايز فلوسه والتلفزيون ما بيدفعش. فالاهلي قرر فصالح سليم كابتن صالح اول مره حد يقول لك مش هنزيع لا قال لهم مش هنزيع يعني قال ما اقترح على مجلس الاداره قال لهم احنا بقى مش هنزيع الماتشات عشان ناخد فلوسنا المتاخره اخر ماتش مع الترسانه كان جاب 16000 جنيه حاجه زي كده حاجه هايفه يعني. قال لكن لما في ماتش مثلا سانتوس على الرغم من التلفزيون ذاع بس ده ماتش كبير طبعا دخل عمل ايراد مهول. فقال لهم نتمسك ان احنا لو مهما ضغطوا علينا مش هنزيع ويدفعوا الا اذا دفعوا. فالمهم الماتش بقى اللي اول ماتش فقالوا مش هنزيع فالدنيا اتقلبت. كانت الماتشات لسه مجانا بتتنقل كانت بتتنقل لا لا بفلوس بسيطه وكانت متاخره. لا كان التلفزيون بيدفع فلوس بس فلوس متاخره ومترحله. فالمهم ضغط على مجلس الاداره ضغط اعتقد كان سعد زايد كان رئيس مش فاكر كان مين رئيس مجلس رئيس اتحاد الكوره بس ضغط عليه ممدوح سالم. ممدوح سالم كان رئيس وزاره طبعا وقبليها كان وزير داخليه فضغط على مجلس الاداره لا ما ينفعش لان ده امن وبتاع وكلام بلد فصالح قال لهم لا احنا متفقين ده ده ده, ده 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 اتفاق ما نرجعش في كلامنا. قال لهم المهم من هنا نافع صالح قدم استقالته قال انا مستقيل المجلس ده احنا ما تحترمش ولا الناس هتحترمنا السلام عليكم وساب لهم الاجتماع ومشي. استقال معاه ثلاثه اربعه المستشار عبد المجيد محمود محرم الراغب اللي هو ممدوح عبد الحكيم المستشار محمود نجيب بقوا خمسة وهناك ست وقصة كبيرة. المهم يعني قبلوا الاستقالة مجلس الإدارة قبل الاستقالة اشتكوا في المحكمة يعني حصل لجأوا القضاء أنصافهم طبعا وعمل حكم تاريخي ان هم بيدافعوا عن مصلحة ناديهم وبيدي مصلحة عامة وكلام من ده. قصة كبيرة اللي بيها ان هو ما ينفعش يتنازل عن كلمة قالها طالما موقف صحيح وسليم زي ما بيقولوا بيتربط بلسانه يعني يعني هو كان عنده الحاجات الصغيرة الرفيعة دي البسيطة دي
هي اللي عملت المعجزه يعني، عملت الشخصيه الاستثنائيه دي، ان هو ما بيكذبش بس ببساطه. ما هوش عبقري صالح، ما هوش عبقري، ما كانش احسن لاعب في تاريخ النادي الاهلي، لا في احسن منه، في زي ما قلنا يعني نجوم كبيره جدا. في الضزوي، في عبد الكريم فنجيني، في الفناجيلي، في يعني في كتير، لكن ايه اللي اداله التميز ده؟ يعني الشخصيه الكاريزماتيكيه دي، هي المواقف دي. وادانا يعني ادى، مش ادى بقى، ادى للاجيال اللي جايه نموذج صعب محاكاته، بس لا ايه، بس تحول هو الى مسطره او الى معيار. الى اي مدى اللي جاي بعديه قريب منه؟ الى اي مدى حاد عن مبادئه؟ وده شفناه طبعا في الفتره اللي فاتت. طبعا صالح سليم كان بطل الانتخابات اللي فاتت، مش الخطيب بس. يعني تاريخ يعني بيعيد نفسه. طبعا صالح سليم يعني الخطيب طبعا احد يعني اهم تلامذة صالح سليم، يعني لما حاد النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي عن مبادئ صالح سليم او طريق صالح سليم او خط صالح سليم اللي هو خط التيتش، الدنيا اتقلبت، حصل شبه يعني مش هقول ثوره، انتفاضه، الاعضاء الجمعيه العموميه انتفضوا، لان الله ده مبادئ صالح سليم بتتهز. مين اللي جاي؟ الخطيب. ده الخطيب ده حد من تلامذه صالح سليم، لذلك نجح باكتساح. مين بقى البطل بتاع المشهد؟ لا، هو صالح سليم طبعا، مبادئ صالح سليم اللي ما انهارتش وما اتهزتش وما اتهزمتش، ودي قيمته بعد ما يرحل. يعني قيمه الناس، في حد كان اسمه مايكل هارت، كاتب امريكي، كان عامل كتاب مهم قوي من حوالي 30 سنه اسمه العظماء 100 في التاريخ، اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لك انا عملت معيار، يعني ممكن على فكره اختار منهم هتلر، على الرغم ان هو ده دخل التاريخ من أسوأ ابوابه يعني. طبعا. لكن قال لك انا خدت اكثر الناس تاثيرا في البشر، يعني اللي تركوا تاثير سلبي او ايجابي. فطبعا واخد منهم بقى علماء وفلاسفه كبار وانبياء وكلام من ده، لكن بيقول لك اللي اخترتهم بقدر ما تركوا من اثر في عدد كبير من البشر على الرغم من مرور سنين طويله. ويبقى اثر الكابتن صالح سليم في الاهلي اثر بقى، اثر مختلف وكبير. هنا بقى هاب اثر صالح سليم ان هو عايش ومقيم في الضمير الاهلاوي، الحاضر الغائب في الانتخابات، اسمه على كل لسان. لا صالح ما قالش كده، لا صالح الموقف ده ما كانش ده مواقف لا تنسى. حتى انا يمكن ركزت في البدايه على بعض الجمل اللي قالها، لا جمل بتعيد نفسها في مواقف حصلت امبارح، واول في مواقف هتحصل بكره، وهنقول كلمات مقصوره كتيره، لكن اكيد الكواليس عند حضرتك ما بتنتهيش، والتقارير عندنا موجوده. هنطلع نشوف تقرير من الذكريات وتقرير مسجل من التقارير القديمه اللي هتعجبكم، فيها نجوم كبار، كابتن عادل هيكل وكابتن طه اسماعيل في وقت معين كده كانوا بيتكلموا عن المايسترو. تعالوا نشوفهم الذكريات قالوا عن المايسترو ونرجع نتواصل. له قدرات وإمكانيات كبيرة جدا متنوعة، سواء من النواحي المهارية، يعني إجادته لجميع مهارات الكورة، سواء التصويب، سواء استقبال الكورة، المراوغة كان بيمتاز بيها، ضربات الرأس، ودي كان من الحاجات اللي مميز بيها صالح سليم. خلى الجون بتاع البرازيل راح في حتة والكورة في حتة، دي كانت طريقته. صالح سليم دخل بيها لجوه وراجع بيها لورا، واللي انت شايف بيسحبها برجله وسحب، ولكن سموس بيحل عليه. كان قصير، انما كان احسن واحد ياخد الكوره بدماغه في الكورنر ويحطها في الجول هو. حتى المستوى التكتيكي من حيث تصرفه في الملعب، من حيث المستوى القيادي. في جميع المميزات، شمال يمين يشوت هيدرز بلاي ميكر. اداء صالح سليم اداء جمالي بالكوره، يمكن يمتاز به بجانب الأداء الفني، إنما في شكل، في نوع من أنواع الرشاقة اللي بتستهوي المتفرج ويحس إن هو بيتفرج على تابلو جميل جدا. طه
في الوينج الشمال لصالح سليم، وان تو بينه وبين طه، هو وكول وبيحطه في الجول، الجول الثاني. اول ماتش اتذكره كنا هنلعب نادي الترسانه، وطلب مني ان انا العب انزل قدام الفريق لكني كابتن فعلا. هي لها مغزى نفسي، مغزى نفسي انه كاول مباراه ليا، وممكن ابقى فيه نوع من الهيبه من المباراه او التخوف او عدم الثقه او كذا. صحيح انا مش هبقى كابتن على طول، بس هي في مثل هذه المباراه بالذات وهي اول مباراه كان مهم جدا نبقى فيها نوع من انواع تاكيد الثقه في النفس ومحاوله ان يحسسني قدام زملائي كلهم ان انا الكابتن وانا نازل اصغر واحد فيهم. فدي برضو كانت من الامور المهمه جدا لدى صالح سليم. ايكو ميو اميكو come si chiama? Sale Selim. Guarda che bella azione che ha fatto, bravo. Antonio Ghirelli, direttore poi del Corriere dello Sport e Tutto Sport del TG2 e allora giornalista. Saleh ma كانش يهمه يكسب او يخسر، كان يهمه النادي الاهلي. ولو ان الانتخابات دي كان فيها يعني لعب عشان كده خسر، انما هو لو مشيت على طول كان كسب برضه، لان كان ليه شعبيه رهيبه. بس انا يوم ما خسر كان معانا عمر الشريف، انا وعمر الشريف وهو وانا رحنا اتفرجنا على ماتش. ما هيش قضيه، القضيه خدمه النادي الاهلي. جينا مره وهو خد قرار غيرنا خالص كلنا، فقال له جه مدير النادي الله يرحمه محمود محرم، قال له محمود يا محرم اكتب القرار بتاعهم، لان هم اغلبيه هم كلهم. وطلع من المجلس فالناس عرفت القرار زعلت، يعني كان لازم ناخد القرار الثاني اللي هو بتاع الله يرحمه صالح، هو دفع القرار بتاعنا، لان خلاص خدنا القرار وده بقى قرار النادي الاهلي. تخرج من اوضه الاجتماعات ولا كأنك إيه في حاجة اتقالت سرية كاملة. يمكن لما كان رئيس كانت علاقة عمل، علاقة عمل بمعنى أنه هو برضو له نظرة في استراتيجية النادي الأهلي، وأنا أيضا لي نظرة في إدارة فريق النادي الأهلي. أنا شايف أنه يمكن ما كانش هناك أي نوع من أنواع الاحتكاك أو الخلاف، لأن هو ما بتدخلش في عمل. ربما لو كان حتى له وجهة نظر ممكن ان هو يعني يسوقها بشكل غير مباشر، يعني ما يقولش والله احنا عايزين نعمل كذا او كذا او كذا اطلاقا، يعني عمره ما حصلت ديت. انما يمكن تفكيرنا في المستقبل بكذا، تجديد كذا، نحط كذا، نجدد، مش عارف ايه كلام من هذا القبيل. يعني النادي الاهلي زمان ايام 53 54 كان في في ماتشين هيلعبهم سيما فاينل وفاينل، سيما فاينل مع اتحاد اسكندريه اما كان اتحاد بقى الديبه وحاج شتا واغا وراها سعد راشد وكاتو، فرقه جامده قوي. وبعد كده الزمالك، النادي الاهلي ناقص. فكلموا الدكتور سليم في البيت، قال له دكتور كابتن صالح فين؟ قال لهم انتوا عايزين صالح، هو كان كلامه كده، صالح عنده شبه مية نصران اعور ولو فرقع هيموت، يعني ايه يعني حرام عليكم. فصالح سمع، اخذ الشنطه بتاعته وجري على النادي ولعب الماتش، وما رضيش يعمل العمليه اللي بعدها باسبوع، لا لعب الماتش الفاينل الثاني وكسبنا اللي بعده. أمريكي يضحى حتى بنفسه في سبيل إيه؟ في سبيل النادي. أنا ما سمعتش إشاعات عن صالح سليم. ليه؟ لأنه كان كتوم جدا. عمر صالح سليم ما طلع عليه إشاعة إن هو مش مع حد. إن هو عمل فيلم مع نجاة الصغيرة وكان مش مبسوط إن هو عامل مع يعني صغيرة وبتاع عليه وبتاع ومش عارفة إيه. عمري ما سمعت على صالح سليم انه ايه جام قالوا عليه صالح سليم ماشي مع فلانه ولا مع فلانه ابدا.
طبعا بنتكلم في الفاصل وبتكلم مع كاتبنا الكبير واستاذنا طبعا واحد من كبار الاعلاميين والصحفيين المصريين الاستاذ سعيد وهبه في حواديت وكواليس كتير جدا، وبيقول الوقت بيجري بسرعه فعايزين نقتطف من هنا ومن هنا، لان الحديث مع الاستاذ سعيد وهبه عن المايسترو العظيم صالح سليم يطول الكلام فيه. عشان نختصر من وقتكم، زي ما حضرتك قلت الكابتن صالح ارسى مبادئ كتيره جدا، زي البدايه مع مروان كنفاني في وهو مدير كوره، كذلك كان ليه مواقف كتيره حضرتك شرحتها، وكمان كان ليه مواقف لا تنسى وهو رئيس النادي الاهلي، يعني دروس اداريه. لا الحقيقه مواقف طبعا يعني هو كل موقف كان بياخده كان موقف مبدئي وما كانش موقف شخصي، يعني شخصاني. صالح سليم ابعد ما يكون عن يتخذ موقف شخصاني، ممكن يعني ياخد موقف قوي جدا ضدك او ضد غيرك فيما هو موضوعي، يعني فيما هو مثلا يعني حاد عن اللوائح او مبادئ او كده، ممكن يعني ممكن يبقى حاد جدا، لكن فيما هو شخص يتنازل عن حقه ما عندوش اي مشكله، كان كل همه النادي الاهلي. وبالتالي من ايام ما كان لاعب ويتحمس في الملعب وممكن يتنرفز على زملائه وممكن يغضب وممكن كلام من ده، لان الاهلي عنده ده كيان كبير جدا جدا يعني. حتى بعد ما بقى اداري، حتى فطول ما هو ماشي عمال يرسي قيم وعمال يتعلم، كان هو لاعب من مختار التتش يعني يلقط من مختار التتش، كان عاجبه شخصيه مختار التتش جدا يعني. اتكلم عليه كتير جدا وكان بيعتبره يعني هو ده الالفا. لو قال انا امتداد للتتش، انا هقول لك حاجه يعني بسرعه كده. كابتن عادل هيكل مره كان يعني طبعا كان واحد من اعظم حراس المرمى، فكان في ماتش كوره فجاي واحد قريبه ابن خالته تقريبا، فحب يدخله الماتش ببلاش، فالاداره واخده تعليمات ان هو ما يخشش، ان ما حدش يخش غير بتذكره يعني. فالمهم كابتن عادل هيكل اتخانق مع المنظم بتاع البوابه بتاعت الاستاد بتاعت ملعب يعني ده تبعي. فالمهم اتخانقوا مع بعض، عادل هيكل ضرب بوكس في وشه عوره يعني. وصلت الحكايه لمختار التتش، قرر كان ايامها مدير كوره، قرر ايقاف عادل هيكل ومنعه من دخول النادي الاهلي 3 اشهر. ما يدخلش النادي. اعظم حارس في مصر كان ايامها، قال لك لا عايزين دوري ولا كاس ولا بتاع، طز هو مين؟ طبعا هنا بتقدم القيم الاخلاقيه والتربويه على البطوله طبعا، من ايام الحادثه بتاعت حسين حجازي اللي انا كتبت فيها زمان وكتبت فيها بعديها. فالمهم عادل هيكل حكى لي عادل هيكل الموقف ده، على فكره يعني مش بتقول عليه، هو اللي حكولي انا ما حضرتوش طبعا. فقال لي رحت لرئيس النادي في مكتبه في عماره الاموبيليا اللي كنت بتكلم عنه من شويه، اللي هو احمد باشا عبود، احمد عبود باشا. قال له حصل كذا وكذا، قال له طب تعالى معايا نروح نكلم كابتن مختار. المهم قال لي كابتن معاه العربيه، دخل بالعربيه ولكن العربيه قدام صاله او جنينه حديقه رايه الباشا. ما كانش في الجزء الثاني لسه اتعمل. فالمهم قال لي استنى هنا ما تمشيش، يعني استنى جنب العربيه هخش اشوف كابتن مختار. بيقول لي دخل بقى على جوه كده واختفى، ومختار التش جاي من الناحيه الثانيه من ناحيه الملاعب. انت ايه اللي موقفه، ايه اللي دخلك هنا، دخلت ازاي، انت مش ممنوع؟ قال له انا دخلت مع الباشا. قال له باشا مين؟ قال له انا عبود باشا. قال له انت مش ممنوع، امشي اطلع بره. بيقول لي هو بيكلمني كده وشايف الباشا جاي. انت مش واخد قرار مش في قرار بايقافك، اتفضل اطلع بره. امشي اطلع بره. بيقول خدت بعضي ومشيت، وجيب اختار التتش، خد الباشا خده كده من ايده ودخله جوه. قال ما اعرفش بقى طبعا قال له ايه، بس اكيد مختار التتش قال له الا انت ايه اللي عملته ده، ما تتدخلش في اقتصاد غيرك، ودي قيم قديمه في النادي الاهلي، ان احترام التخصص. الاهلي يعني مثلا من ضمن القيم الاداريه الصارمه جدا اللي ارساها مختار التتش وصالح سليم ارساها ودافع عنها جامد جدا، قيم الاداريه، قيم الاداره، احترام اللوائح، دي مش موجوده في نادي تاني قد النادي الاهلي، ودي قيمه الاهلي او ده اللي صنع تاريخه
ماشي ماشي يعني دي وقع على الماشي. صالح سليم مره داخل برضه كان مدير كوره في داخل الملعب في التمرين يعني، فلقى واحد امين صندوق مفيش داعي اقول اسمه يعني، هو توفاه الله يعني، كان لسه ناجح جديد فمبسوط بنفسه وكده، فواقف بيتكلم مع اللعيبه في الملعب يعني على خط الملعب، كان مبسوط ان هو بيتكلم مع اللعيبه. فصالح سليم قال له حنبول ده مين اللي واقف هناك؟ قال له ده عضو مجلس اداره جديد اسمه كذا كذا، ده امين صندوق. قال له طب ده يعني، يقول له بس لو سمحت. قال له اقول لك استنى. فراح له قال له انت ايه اللي مدخلك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا عضو مجلس اداره يا كابتن. قال له بس ممنوع انك تخش الملعب. قال له ده انا عضو مجلس. قال له حتى لو رئيس النادي ممنوع ان هو يخش. عضو مجلس اداره في غرفه مجلس اداره، لكن ده ممنوع لعيبه والطاقم الاداري والفني بس، ممكن تفضل لو سمحت. قال له انت بتطردني وبتهني قدامي. قال له انت اللي هنت نفسك، ممنوع تخش هنا. فالولاد حنبولة كان قال له حنبولة ما فيش حد يخش من هنا، لو دخل حد من هنا غير اللعيبه وكذا هتترفض. فطبعا انا بقى يعني في يعني كنت بغطي التمرين بتاع النادي الاهلي كل يوم، او كان جزء من شغلي انا لسه بعد الموقف سخن جدا. فبعض اللعيبه قالوا لي الحكايه دي، شفت الكابتن صالح عمل ايه في فلان الفلاني ده. فطبعا هنا دي دروس اداريه، راح بقى يعني حاول ان هو يشتكي في مجلس الاداره وازاي الكلام ده ما ينفعش وكلام من ده. فالمهم بعتوا جواب للكابتن صالح ان عضو مجلس الاداره من حقه، فرد عليهم قال لهم لا مش من حقه، دي منطقه محرمه ومحدش هيخش والا انا مستقيل. انت هنا بيرسي طول ما هو ماشي مبادئ وقيم. هقول لك ازاي كان ذكي حتى في الاداره يعني بيتعامل بشكل ذكي جدا وبيدي كل حاجه حجمها الحقيقي، لا يبالغ قوي ولا يتهاون. مره هو داخل من يعني ركن عربيته وداخل من البوابه فشاف هيصه وخناقه على البوابه، فعرف ان في حد اكيد يعني عايز يعرف. فما قرب كده قال هو كابتن صالح عارفني من زمان، انا بقى لي 30 سنه عضو. كابتن صالح فعرف ان هو ما جابش الكارنيه، يعني في خناقه ان واحد عايز يخش وما هوش كارنيه. اي واحد في مكانه ممكن يتصرف يعني بشكل، فهيقول له لا ده معروف اتفضل. اتفضل ما انا عارفه يعني شخصيه. اتفضل ماشي بس بالزبط. لا صالح ما عملش كده، طلع كارنيه، مد ايديه في جيبه مظبوط وعمل كده الكارنيه وقع شهيره ومشي. هنا انت يعني ما اتكلمش خلاص، هو ده الرد. انا بقول لك صالح بقى بقول لك ازاي تصرفاته المحاكاه. المحاكاه ان هو عمل بس كده، مش مستاهله ان هو يتكلم خلاص. ده أسوأ يعني، عمل درس أسوأ من هو لو حتى لو لام العضو. وده النموذج بنفسه، ان هو بيبدا بنفسه، هو اللي عمره ما خد مليم من النادي الاهلي بادئ بنفسه. ما ينفعش حد يزاد عليه في حب الاهلي، لان هو كان حتى عمل مره برامج تلفزيونيه في قناه ارت وخد فيها فلوس كتير، فقال لهم اكتبوا الشيك باسم النادي الاهلي، لولا النادي الاهلي ما كانش الراجل ده قاعد قدامكم. استغربوا يعني. فده واحد خد من النادي الاهلي فلوس وقدم حياته يعني بذل عمره كله، حبه كان النادي الاهلي يعني. فطبعا وعلى مدار بقى ده دروس كل وقت، وكان عنده رؤيه، عنده فيجن، عنده رؤيه. لما لعيب يعني يخرج عن قيم الاهلي هو بيقول لك ما ينفعش. هذا اصبحت القرارات دي قانون تسن الان بما فعله الكابتن صالح. كان يقول لك يعني الثمره العاطله هتبوظ كل الصندوق. لو موجوده هتبوظ، فده اعزلها. فحصل بقى على المدار ده ان في اللاعب الجيد بدون اخلاق جيده لن يستمر في الملاعب، ودي مقوله مشهوره للكابتن. مش غير كده، انت مش محتاج، انت مؤسسه تربويه في المقام الاول. انت الاهلي مؤسسه تربويه، فانت المدرسه التربويه دي الاخلاق قبل البطوله من ايام الواقع بتاع حسين حجازي. لما قالوا ان هو المفروض هيلعب في اولمبياد امستردام 28، ده اهم لعيب والقصه اللي معروفه دي.
فكان رد النادي الاهلي ورد قيادات النادي الاهلي بقياده او برئاسه جعفر ولي باشا ما يهمناش البطوله. كان الاهلي برضه عنده بطوله دوري، ما يهمناش البطوله، يهمنا الاخلاق. لو تعارض لو تعارضت الاخلاق مع البطوله، لا احنا مع الاخلاق، مش عايزين البطوله اللي تفسد الاخلاق. هو الكلام اللي اتكون، فانت هنا الرياضه طبعا، وده كل ده اللي حضرتك حكيته. قصه الراحل سعيد حجازي، وبعدها طبعا عبود باشا والتيتش وصالح سليم، والاجيال كلها اللي تعاقبت، وكابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب، وكل الاجيال اللي تعاقبت، كل ده في الاخر كون كلمه واحده: مبادئ النادي الاهلي. انا بشوفها دي بقى في تلامذته بقى، يعني حسن حمدي الخطيب بتاع. حسن حمدي مره قال لي على فكره، انا يوم ايقاف الفرقه بتاعه الجوهري وبتاع انا اللي خدت القرار. يعني حاسس ان هو عمل حاجه طبعا، عمل حاجه ليها قيمه يعني، او تتحسب له في السي في بتاعه ان هو خد القرار ده بايقاف الفرقه طبعًا. كلها اللي تمردت يعني، قال انا اللي خدت. انا ايام كنت مدير كوره وكلام من دول، قالها لي بحماس قوي، قلت له طبعا انت لازم تعمل كده. طبعا وما استنتش حتى كابتن صالح يقول لي، قال لي انا خدت قرار. خلاص، ما هي المدرسه، هي المدرسه. هنا بقى قيمه يعني قيمه الفارس صالح سليم، احد الفرسان النبلاء العظماء، او احد حراس القيم على مر تاريخ النادي الاهلي. تمام. احد اهم حرس القيم، احد حراس القيم في تاريخ النادي الاهلي. تمام. مش هتلاقي يعني النموذج ده، طبعا كله بيحاكيه، لكن في حد بيقول لي الاهلي ممكن يجيب صالح سليم تاني، قلت لهم يعني ربنا اللي خلق صالح سليم قدره يعمل يعني كتير منه احسن منه، يعني يجيب لنا احسن 16 منه. سنه على رحيل المايسترو. سريعا النقاط كده تحطها بعد 16 سنه وبعد تاريخ كبير موجوده واسسها الكابتن صالح ومش هتتنسي. هو كل ما تعانيه الرياضة المصرية أو الإدارة المصرية أو الإدارة في الرياضة المصرية أو الإدارة بشكل عام، كل ما تعانيه هو كل ما كان صالح سليم يحاربه ويعمل عكسه. صالح سليم أرسى مدرسة في الإدارة الرياضية أو مدرسة قيمية قائمة على احترام، يعني مدرسه متفرده في الاداره الرياضيه قائمه على احترام قيم الاداره. من ضمن هذه القيم مثلا قيم الاداره دي، ان انت ما بتجيب مدرب لازم تديله، يعني بيحصل في انديه كتير ان تجيب مدرب واثنين وثلاثه خلال الموسم، وده يمشي وده يمشي وده يمشي، مفيش تقييم بالقطع، ده فوضى طبعا. انما هو منظم وعقليه منظمه، بيقول لك يعني انا عايز امشي في يوم من الايام، لما امشي السيستم هو اللي ماشي النادي، مش انا البطل. البطل اللي يعمل سيستم كويس، ودي مشكلتنا في مصر في كل شيء، اللي جاي هو البطل مش مهم السيستم، عشان الناس تتكلم عنه وبعدين بعد يمشي فوق بقى بعد مشيت انهارت كل حاجه اتهزت. لا، اللي بيشتغل بضمير وبذمه لهذا البلد او لهذا الكيان او لهذا النادي لازم يحط سيستم. ده اللي عمله صالح سليم. صالح سليم كان معظم الوقت قاعد في لندن، وفي رؤساء انديه تانيين طول النهار قاعدين في الانديه والانديه فاشله. يعني من اكثر صالح سليم كانت يعني الصحافه تجري وراه عشان تاخد خبر، وهو زاهد يعني، ده كان زاهد في الفلوس والظهور القليل، زاهد في الصحافه، زاهد في الظهور، زاهد في شهره، وبلا يعني بلا تمثيل. هو فعلا ما كانش يحب الحكايه دي، سمات، وكان بيتهاجم على انه في لندن النادي بتاعه ناجح لانه عامل سيستم، خلاص سيستم ماشي. وبينما في يعني انا مره عملت احصائيه، اكتر رئيس نادي صورته كانت بتنزل رئيس النادي، لقيته نادي ما فيش داعي اقول اسمه يعني، بس ده نزل درجه ثانيه، ما كانش صالح سليم. النادي ده اللي صورة رئيسه بتنزل في كل جرايد تقريبا بمعدل كل يومين مرة، تصريحات كل يومين مرة، وفرقته نزلت درجة تانية. الراجل اللي ما بينزلش صوره اللي بعد كده حسن حمدي مشي على نفس الخط، يعني ناس مش غاوية، هي مدرسة الأهلي جيل بيسلم جيل، وبعدين ناس شبعانة شهرة. خلي بالك
يعني صالح سليم ده شبعان شهر، الخطيب شبعان شهرة، حسن حمدي نفس الشيء، فعنده ثقة بنفسه مش محتاج بقى ان هو يجري عشان تلفزيون يجيله او خبر يجيله. ودي قيمة يعني دي احدى القيم برضو اللي زرعها صالح. انا عايز اقول في الاخر ان برضو اللي قلناه في الاول ان صالح سليم ما عملش معجزة، شخصيته ما هياش معجزة، ده كان شخصية الانسان المتوافق مع نفسه او المتصالح مع نفسه او اللي بيقول لك اللي يعني معجزته في البساطة والإدارة والصراحة. أنا نفسي يعني أنا نفسي ليس أحد آخر، ما كانش بيمثل ولا كان بيدعي ولا كان، هو نفسه بأخطائه بعيوبه بكده قدم نفسه للناس بلا تمثيل، يعني بلا مبالغة في حجمه. لكن احنا بنشوف ناس دلوقتي بيبقى في اوفر استيميشن او اوفر استيميتد ذيم سيلفز، يعني بيبالغوا قوي في تقدير نفسهم، وفي ناس بيقللوا يعني اللي بيقلل من تقدير نفسه. في ناس بقى التاريخ بيقدمهم ومواقفهم بتقدمهم واعمالهم بتقدمهم والوقت اللي بيجري بسرعه ده خلاص وقتنا بينتهي، لكن الاهلي فوق الجميع، احد كلمات الكابتن صالح المقصوره. هو اللي هو ده دي طبعا ده شعار فهم خطا خارج النادي الاهلي، يعني اتخذ بره او الناس اللي بيأولوا او الناس اللي بيصطادوا بقى في المياه على يكره. انا قبل ما انسى بس صالح سليم كان خاض معارك كثيره جدا من اجل المبادئ مش اجل نفسه طبعا نادي، بس كان في كل معاركه مع كل خصومه كان خصم شريف. وده نموذج برضو قدمه، يعني ما يطعنش في الظهر اطلاقا ولا يتكلم على حد من وراه ولا يعمل مغز ولا تربص بحد ولا يعمل بحد خالص. ودي قيمه برضو الحقيقه بقت غايبه دلوقتي، وبقينا نسمع في الانتخابات ده شيء عادي جدا، ده ديرتي جيم، يعني كلمه مستفزه، يعني يقول لك انتخابات ديرتي جيم. لكن هو كان منافس شريف. لا هو منافس شريف. نرجع للسؤال بتاعك، الاهلي فوق الجميع، كان المقصود بها داخل النادي الاهلي، ان الكل يذوب في النادي الاهلي، البطل هو النادي الاهلي، ما هوش النجم ولا اللعيب ولا الهداف ولا الاهلي فوق الجميع، بما يعني الكيان والمؤسسه فوق الفرد. وده اللي عمل او صنع امجاد النادي الاهلي على مر التاريخ، ان كان دايما البطل هو الفريق او البطل هو وحده الجماعه، ما كانش شخص واحد. وصالح سليم بدا بنفسه. الاهلي لا ينبغي ان او المبادئ لا ينبغي ان تدسها الاقدام، والاخلاقيات لا يجب ان تسقط من اجل لاعب او نتيجه مباراه. الجمله دي لو عدناها كل يوم هنلاقيها ماشيه الى هذا اليوم. أنا يعني الحقيقة إن الإعلام أحيانا، طبعا الإعلام بيأدي دور عظيم جدا وهايل في تصور الرياضة الصحافة، لكن أحيانا يعني بعض الإعلاميين أو بعض الصحفيين الرياضيين نتيجة عدم كفاية الخبرة أو عدم كفاية القراءة أو عدم الاطلاع على إيه هي الرياضة واتعملت ليه الرياضه، ان الرياضه دي يعني مجموعه قيم نبيله وكلام من ده، السبورتس مانشيب، الروح الرياضيه، ان مهمتك اعلامنا تكرس حكايه الروح الرياضيه دي طبعا، تخلق الانسان المتوازن المتعادل مع نفسه المتصالح زي صالح سليم. انما ما اقعدش دافع عن خطا وبرر للعيب واقول ده نرفزه ملعب، لعيب يعني مثلا يشتم زميله او يتف على حكم او كلام من ده، واقعد ابرر اقول لا معلش قصدي نرفزه ملعب. الكلمه دي يعني كلمه بذيئه الحقيقه، حكايه نرفزه ملعب دي رغم انها منتشره على لسنه اعلاميين كتير، ما ينفعش اقول كده، ما ينفعش ابرر تصرف خاطئ بكل المقاييس او معايير الرياضيه. فقص على هذا حاجات كتير بتحصل، ده اللي كان صالح سليم ضده برضه. انا هقول لك حاجه يعني بمناسبه برضه ذكاء صالح سليم حكاها لي مره، بيقول لي التحكيم زمان كان في حسين امام ده كان لقب الامبراطور، عم الكابتن حماده امام، واخو يحيى امام، محمد يحيى، كانوا الاثنين حكام على فكره، يحيى الحريه امام. فكان في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه، حد من لعيبه الاسماعيلي دخل جامد في كابتن صالح، كره مشتركه واللعب عاليه، فطلع برجله فوق فخبطه،
فصالح رد الفعل الطبيعي يعني الانساني فرح خبطه وكمان يعني او خطوتين كده وراح خبطه او زغده فالجمهور في الاسماعيليه فحسين امام يتصرف ازاي هو قال لي بقى شوف بقى ذكاء الحكم وازاي استخدم البادي لانجوج فبيصدر رساله للجمهور بتقول ايه بيقول لقيته جاي يجري عليا جاري فانا قلت بقى هيطردني او بتاع وبعدين واقف قدامي كده الجمهور شايفه كده عمال يعمل لي كده فالجمهور راح مسقف يعني بعد ما مشي مسقف هو عمال يعمل لي كده واقف شويه كده دقيقه قاعد يعمل لي كده بس هو بقى كان بيقول لي ايه الجمهور ما سمعوش يا كابتن كل الجمهور اللي جاي ده جاي عشان يتفرج على الكابتن صالح سليم الجمهور ده كله اللي جاي ده كله جاي عشان بيحب صالح سليم فالكابتن صالح سليم لازم يكون قدوه للجمهور ده الناس كلها بتحبك وبتاع فبيقول بعد الماتش ما انتهى لقيت كل الناس بيسالوني كان بيزعق لك وبيحذرك كان هيطردك الراجل كان هيطردك مش كده قول لهم لا والله الراجل كان بيقول لي كذا لا لا زاد كان عامل ايده كده كان عامل كده بس بيقول كده فكان بيضرب لي مثلا على يعني كيف يكون الحكم ذكيا ويحتوي مواقف في الملعب انما يعني ده خرجنا بره الموضوع شويه اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو انه في الاداره دايما كان متميز ولكن دي مواقف كتيره حصلت للمايسترو في حياته حضرتك ادركتها على فكره انا وانا بختم مع حضرتك انا بحسدك على ثروتك الكبيره جدا وتراثك الرائع جدا وذاكرتك الحاضره بسم الله ما شاء الله وحديثك وكواليسك التي لا تقدر بثمن في زمن يجب ان تعاد فيه هذه الاحاديث حتى يتعلم الجميع من دروسك كصحفي ومن دروس المايسترو وهذا الزمن الجميل ان لما نحكي فيه اكتر نتعلم منه اكتر انا سعدت وشرفت النهارده ان كنت بحاور حضرتك استاذنا الكبير والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سعيد وهبه وانك فتحت معايا خزائن اسرارك اللي انا بوعدك ان شاء الله في الاهلي في كل مكان لازم يكون لينا فقره ثابته هنثبتها ونتكلم فيها على تاريخ الكره المصريه والاهلي بشكل خاص ومواقف لا تنسى في تاريخ النادي الاهلي كله وده يشرفني ان انا اعمله مع حضرتك زي ما انا اتشرفت ان انا كنت موجود معاك النهارده وسعدنا بالحديث على واحد من اساطير النادي الاهلي المايسترو صالح سليم. اشكرك يا ايهاب جدا وانا شاكر جدا انا سعيد طبعا ان انا يعني موجود معاك لانك يعني صحفي متميز واعلام متميز واسئلتك متميزه وسعيد ان انا موجود في مناسبه صالح سليم اللي انا على المستوى الشخصي اتعلمت منه كتير يعني احنا احيانا كثيره بنتعلم من مصادرنا النادره يعني وسعيد ان انا بتكلم عنه في ذكرى 16 سنه لوفاته صالح سليم الحاضر الغائب دائما في العقل الجامعي والضمير الجامعي مش للاهلاويه بس لكل المصريين. اشكرك يا حسين. اشكرك. رسائل مهمة جدا ذكرى 16 للمايسترو صالح سليم وحواديت وكواليس بقول لكم عايزين ليها حلقات وحلقات لكن فعلا النهارده استمتعنا جدا بالكاتب الكبير الاستاذ سعيد وهبه اللي النهارده فتح خزائن الاسرار واتكلم في كواليس انا في حاجات منها بسمعها لاول مرة وانا متشوق جدا لذلك كنت قاعد بسمع بشكل كبير من واحد من اساتذتنا في النقد الرياضي واساتذتنا في الاعلام. الحديث لا ينقطع عن المايسترو صالح سليم وما دمنا في حضرة قناة النادي الأهلي والأهلي في كل مكان إذن الحوار مستمر ولكن بعد الفاصل مع الأستاذ إبراهيم المنيسي للتواصل والحديث عن المايسترو وأيضا ذكريات لا تنسى وكواليس والأستاذ حامد عز الدين.